راشد بن سعيد المكتوم وعلي بن يمعة بن خميس الغويص السويدي في التضمير من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني الانطلاق والاندفاع من شاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي من يأتينا على المركز الثاني، بينما ثالث مراكزنا مياس المنطلق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وعلى المركز الرابع ياتينا مليح لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري، والمتسلل هنا الفاخر ياتينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرطي الحميري منطلقا بتحدياته، بينما سادس مراكزنا سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر طارش بن مبارك بالقبعة في تضمير من ينطلق على المركز السادس. سابع مراكزنا ياتي أطلس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم كاسب بن سالم المسافري في تضمير بهذه الانطلاقة وتحدي، وهنا القدوم من الذيب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة محمد بن سعيد بن حلوة في انطلاقته. تاسعا يأتينا البني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم قيادة عتيق بن سالم بالعرضي الحميري، وعلى المركز العاشر القادم بهذه الانطلاقة هنا الدولار لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر، وسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري هنا بهذه الانطلاقة والتحديات الجميلة. أرى التسلل من هجن العاصفة هنا بهذا الأداء مع غياث الهلالي وشاهين. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذه الانطلاقة للشامي المسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن يمعة بن خميس الغويص السويدي من يتابع على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين في المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي من يأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث التدخلات السريعة هنا وصل أطلس يتسلل من مركز إلى مركز. أطلس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة رجل المزادات كاسب بن سالم بكاسب المسافري هنا في الانطلاق والتحدي الجميل. المركز الرابع يأتي الفاخر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المتمرس عتيق بن سالم بالعرض الحميري في تضمير من ينطلق على المركز الرابع. المركز الخامس الذيب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة والبني القادم. سادسا هنا سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرضي الحميري. شاهين ياتينا سابعا، ثامنا كذلك شاهين، هجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة. تاسع مراكزنا مياس سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع ايضا الخبير مسري بن سالم بالعرضي الحميري، وعاشرا المنطلق هناك مليح لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. ونعود الى الصداره، نعود الى المقدمه، الى التغيير الذي طرى وجرى هذه الانطلاقه هنا ايضا من العاصفه وهجنها. هنا ايضا في هذه الثلاثيه الجميله من ايضا شواهين العاصفه من ينطلق على صداره على المقدمة وعلى المركز الأول والثاني والثالث في تحدي صباحي جميل. هنا هجن العاصفة تنطلق بتحديات متميزة وأداء جميل. انطلاقة شاهين على المركز الأول بأدائه المميز هو تشاهدونه، ويليه كذلك شاهين
بانطلاقة وتحدي جميل. الله الله، هجن العاصفة بتحدياتها، هجن العاصفة بأدائاتها المتميزة. النقطة الثالثة، هجن العاصفة في سباق صباح هذا اليوم. تهانينا هجن العاصفة ومالكة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. شكرا غياث الهلالي على هذا الأداء. هجن العاصفة بهذه التحديات المتميزة ما شاء الله. هنا والانطلاق والميتين متر الأخيرة يفصل شاهين عن خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس. ها هو تشاهدون يقترب من خط النهاية، كذلك شاهين يليه أيضا في المركز الثاني، وهجن العاصفة ومع أيضا غياث الهلالي. بينما يأتينا البني هنا على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رابع سعيد المكتوم. أتيك بسالم بالعرض الحميري. أطلس يصل على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رابع سعيد المكتوم مع كاسب سالم المصافي. خامس الجاهين هجن العاصفة. ونعود إلى التوقيت الزمني بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة هنا في أرضية هذا الميدان. ولحظة وصول شاهين إلى خط النهاية معلن الفوز وناموس قاطعا مسافة 4 كيلومترات في 6 دقائق 15 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا الهجن العاصفة غياث الهلالي. بينما ثانيا كذلك شاهين هجن العاصفة وغياث الهلالي ب6 دقائق 16 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. البني من حل على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة المتمرس عتيق بن سالم بالعرض الحميري. 6 دقائق 19 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية. توقيت الزمني. تهانينا ونام